نشيلوه في حتته، لأنه نحن نفتكر أنه نحن الآن كلنا في خندق واحد واقفين، عندنا قضية واحدة واقفين من أجلها كلنا. نحن كسودانيين، وأنا قبل كده جيت هنا وقلت لكم أنتوا رأس الرمح في الحفاظ على عقيدة السودان، وأنتوا رأس الرمح، وأنتوا القوة الأساسية اللي نحن بنعتمد عليها في المحافظة على وحدة هذا السودان. أول حاجة نحن بنحييكم كلكم على وقفتكم اللي وقفتوها الليلة الصباح، وبنحييكم كلكم على وقفتكم اللي وقفتوها من أجل الحفاظ على تماسك القوات المسلحة. نفتكر أنه أي شرخ كان ممكن يحصل الليلة كان هتكون عنده نتائج مدمرة ونتائج كارثية على وحدة الجيش، على وحدة القوات النظامية، على وحدة البلد. فأنتوا وقفتوا موقف مشرف تستحقوا عليه أن نشد على أيديكم واحد واحد، ونقول لكم انتوا كلكم مع اخوانكم الان السادين في كل مكان في السودان، انتوا الحارسين البلد دي، ما في زول ثاني، ما في زول زايد عليكم، ولا في زول بيقول الجهه الفلانيه حرس ولا الجهه الفلانيه حمد. ونحن الكلام ده بنقوله نقصد ان نرسله للناس ان القوات دي هي اللي بتحمي البلد، والقوات دي هي اللي بتحمي التغيير ده، وهي اللي بتسوقه سواقه لحد دار توديه. الله اكبر. ما في دول بيسوقوا ثاني، احنا دايرين نوديه، دايرين نودي البلد دي ونسلمها لاراده شعبيه، للانتخابات حره نزيهه، الشعب يختار الزول اللي بيحكمه. وعارفين حالتنا، وعارفين حال عساكرنا، وعارفين حال ضباطنا، وعارفين حال البلد كله وشايفينه. ولسه بنتكلم مع اخواننا في القوى السياسيه، ولسه بنقول لهم يجب ان تزعوا للوحده. أزعوا لوحدة قوى أبناء السودان. نحن هنا أبناء السودان كلهم يتوحدوا في هذه الفترة الانتقالية عشان بلدنا تمضي بأمان، وعشان بلدنا تعبر بأمان، مش تعبر عبور مزيف، عبور تستأثر عليه فئة معينة. نحن كلنا حريصين أنه تحصل وحدة للقوى، القوى اللي قامت بالثورة دي، وأنتم جزء أصيل منها، لأنه كان ممكن تجهدوا الثورة دي ما تكون من البداية، لكن لأنه الشعب أراد التغيير ده، نحن كلنا اصطفينا معاه، وكلنا وقفنا معاه. وكلنا قلنا نغير حالنا للأحسن، نغير حال البلد للأحسن، عشان كده إحنا ده هدف ما حنتراجع عنه. نحن لسه بنتكلم أن والله يجب أن القوى السياسية تتوحد، يجب أن الناس تنظر نظرة الوطنية الحقة لهذه البلد. نحن صابرين كلنا، وعارفين نحن حالتنا كيف إنها، عارفين أولادنا بعانوا في المدارس، وعارفين نحن بنعاني في قطاع الغيار وفي المرتبات وفي العلاج وفي كل شيء. لكن برضو عندنا أمل في أن الحال يصلح، أن القوى السياسية تنتبه لحال البلد وتعاين وتشوف الناس اللي عملوا التغيير ده عملوا ليه؟ عملوا التغيير ده عشان مستبشرين بحياة أفضل، مستبشرين بأن حالتهم تتغير للأفضل. ونحن لسه بنتكلم معاهم، ما فقدنا الأمل في أن الحال يمشي للأفضل، وكلنا شركاء في هذا الأمر. لكن نحن نفتكر أنه نحن كل قواتنا النظامية كلها احنا الان على قلب رجل واحد. وانا ده معايا اخونا محمد حمدان، عشان ما في زول زايد يقول راس الدعم السريع براهم وراس الجيش براهم. كلنا دايرين نصلح على البلد دي، ودايرين نلم القوى السياسية، بنتكلم معاهم يوميا، قاعد نقول لهم الكلام ده، ان نوحدوا الحرية والتغيير. قلنا لا توحد يا توحد يا الحرية والتغيير زي ما كنت يوم 11، جيبوا معاكم القوى السياسية الثانية وتعالوا كلنا نمشي سوا مع بعض عشان نطلع بلدنا، عشان نحافظ عليها، عشان نحميها. ولسه حنظل نكرر الكلام ده لغايه ما يتحقق هذا الامر. لكن الناس ما يفتكروا انه نحن والله مستسلمين، والله غافلين، والله نحن ما جايبين خبر. وهامين بكم، هامين بكل اخواننا العساكر اللي قاعدين مساكين في كل مكان، حالتهم لا ترضي، كل حالتنا حالتهم ما مرضيانا. عارفين زي ما قلت لكم كلنا بنعاني، كلنا عندنا اسر وعندنا اولاد وعندنا اهل منتشرين في كل السودان وقاعدين، وعساكرنا اصلا حالتهم ما بتخفى علينا. لكن نسعى بانه نحن بالوسائل المشروعه نصلح احوالنا ونصلح امورنا ورتباتنا متدنيه،
اصلا عارفين العسكري لو ضعفناه 100% وده الشيء اللي احنا طلبناه والليله ما بتعمل لنا عادي. دباباتنا وعرباتنا ومدافعنا لنا سنتين وثلاث سنين ما جاتنا غطاء، ما جانا شيء جديد. لكن الناس احنا واعين لهذا الامر ومفتحين له وبنعاين له، وطالما نحن قاعدين كلنا ونفسين هذا الشرف شرف الدوله، الدوله ما بتضيع ولا الوطن بيضيع ولا انتم. نحن بنحييكم ونحبين لما جينا دائما نمشي للناس في حتاتهم نوريهم والله احنا كلنا سوا، كلنا على قلب رجل واحد. اخواننا طبعا نحن بنعرف انه اي زول دار يعمل تغيير بيكون عنده هدف ووراه حاجه، لكن يجب ان احنا نتوافق كلنا زي ما توافقنا يوم 11. احنا كان عندنا حاجه نتوافق عليها كلنا ونوري كل زول احنا والله الشيء ما عاجبنا شنو. ما في حجب بين الناس ولا في حاجه مختصره بين الناس، القاده موجودين، الضباط موجودين، الصف الجنود موجودين، ونحن عندنا تواصل مع كل زول، كل الوحدات بنعرف فيها ناس وبعرفوا فيها ناس، كل شيء ما عاجب الناس، الناس عندهم فيه راي، عندهم فيه وجهه نظر، نقعد نتدارسه، ونقعد نناقشه سوا، ونقعد نصل فيه لحلول، الحال ما عاجبنا نرفع صوتنا فوق، نقول للناس دي والله احنا الحال ما عاجبنا، البلد دي بالصوره دي ما بتمشي، نقول لهم صراحه ما عندنا حاجه بنضاريها ولا عندنا حاجه بنديسها، لكن دايركم تطمئنوا انه نحن كلنا قضاياكم انتوا قضايانا نحن واحد، وقضايا الشعب السوداني وقضاياكم انتوا واحد، وقضايا الدولة السودانية تكون او لا تكون كلنا نحن مشتركين فيها سويا، نحن والقوى الوطنية، اي قوة وطنية قلبها على قلب البلد دي نحن نقيف معاها ونسندها، ونفتكر انه الان نحن ماضين في الطريق في انه نحن نتوحد كل القوى السياسية ونقعد مع بعض كلنا ونشوف كيف تدار هذه البلد، في مبادرات مشت، في مبادرات شغالة، في حلول كثيرة مطروحة الآن الناس يعملوا فيها، لكن نحن نؤكد أنه نحن القوة العسكرية دي الناس ما بدوروها وبيعينوا لها بعين الريبة، القوة العسكرية دي هي صمام الأمان حقت البلد دي. وما رضا ما رضا، ولا عندنا ولا بنخاف لنا من زول، ولا عندنا حاجة داسينها من زول، ولا عندنا حاجة بنعاين لها ولا زول. ونحن اليوم لبسنا الكاخي ده عارفين أنه نحن مصيرنا حيكون شنو؟ ما في زول بيطلع يلبس الكاخي ده ويقول والله هو داري يتلبد ولا داري يتدسى ولا داري يتضارى، ما في. احنا كلنا مارقين عشان السودان ومارقين عشان نحمي السودان، واقتنعنا بالانتقال ده وحنعمل عشان ننجح الانتقال ده بالصوره ان احنا بنرضاها وانتم بترضوها والشعب السوداني بيرضاها. احنا بنحييكم ونأكد انه احنا كلنا واقفين سوا في خندق واحد، وشكرا لكل الناس الليله دي اللي وقفوا الوقفه الوطنيه، جنبت البلد وجنبت الناس شرور، جنب شرور كثيره كان ممكن تحصل، لكن الناس تعقلت ومسكت الحكمه بالرغم انه الحاله كانت فيها كثير من المخاطر، كان فيها كثير من المخاطره، لكن الناس قدروا يحتووها. فنحن بنحييكم ونحيي اخوانكم كلهم في المواقع الثانيه، عندنا برضو اخوانكم في القياده وفي الوحدات الثانيه كلهم وقفوا نفس الموقف حقكم ده، وقفوا الوقفة دي تحافظ لنا على وحدة وتماسك القوات، نحن دايرين وحدة وتماسك القوات دي كلها تبقى هدفنا، أصله ما عندنا حاجة، الناس عندهم شيء ما عايبهم ماشي ده الغايد، يقول والله احنا دايرين الغايد العام يجينا، أنا أجي هنا ده ولا على كيفي، أنتوا لو ما أنتوا أنا ذاتي ما عندي وجود ولا عندي حاجة، أنا بمسككم أنتوا. نجي نقعد ونتناقش ونتحاور ونشوف كيف نصلح أحوالنا، ونشوف الوسائل اللي بنقدر المتاحه لنا بنقدر نغير بها او نصلح بها احوال الناس واحوال السودان واحوال القوات المسلحه واحوال القوات كلها. نحن دايرين نكون موحدين، نكون متماسكين، نكون متحدين، نكون نحن همنا واحد انه والله دايرين ننقذ هذه البلد ونسلمها في النهايه لحكومه منتخبه، حكومه سودانيه ما في زول عنده فيها راي، ولا في زول بيقول فلان سرق الثوره، والله فلان نهب الثوره، والله فلان سطى على توجهات الشعب السوداني. نحن بنحييكم ونفتكر انه انتم اهم وسيله من وسائل المحافظه على سلامه الانتقال والمحافظه على سلاسه الانتقال. ما دايرين نشيل السودان ونسلمه لجهه مجهوله، ما دايرين نشيل السودان ونسلمه لقوى غير معروفه، دايرين السودان تسلمه قوى وطنيه، قوى حريصه على امنه وعلى سلامته وعلى وحدته وحريصه على شعبه اللي هو نحن الان كلنا بنعاين له وبنعاين لاوضاعه، وعندنا الامل ما زال في انه نصل في النهايه لأننا نتحد كلنا كقوة مدنية وقوة عسكرية ونبني السودان اللي بيحلموا به أبنائنا، سودان الشعارات الحقيقية، سودان الحرية والسلام والعدالة الحقيقية اللي هو الناس يفترض أنه ينعموا بها، كلنا يفترض أن ننعم نحن وشبابنا وأهلنا وأولادنا بالحرية والسلام والعدالة. هذه الشعارات نحن دايرينها تطبق تطبيق فعلي
تطبيق حقيقي الناس يحسوا بها ويأمنوا بها في نفسهم، يأمنوا بها في مالهم في أولادهم وفي عيالهم. نحن بنحييكم وبنقول لكم نحن وإنتوا كلنا على قلب رجل واحد يجب أن نعمل من أجل الحفاظ على وحدة السودان، ومن أجل الحفاظ على بناء السودان، ومن أجل الحفاظ على وحدة القوات النظامية، وكلنا إن شاء الله منتصرين بإذن الله، وكلنا إن شاء الله بنعبر بالسودان ده عبور بين وظاهر، ما في زول في عنده فيه رجع لورا. لكم التحية ولكم التقدير، وإن شاء الله نتقابل في ساحات العطاء ونتقابل في ساحات الفداء، ودي الساحات اللي إحنا كلنا بنتقابل فيها كل يوم وفي كل وقت وفي كل حين. ما عندنا حاجة، ده شغلنا ولابسين الكاكي ده كلنا عشان لأننا مؤمنين ومقتنعين بأن عندنا قضية، عندنا بلد اسمه السودان، عندنا وطن اسمه السودان، كل السودان ده حقنا كلنا، كلنا أي زول الصغير والكبير، من الشرق من الغرب من الجنوب من الوسط، كلنا شركاء فيه، يجب أن كلنا نشارك في بنيانه، يكون كلنا عندنا رأي وعندنا كلمة وعندنا حق في أن نعبر عنه ونقول والله إحنا دارين الحاجة الفلانية وما دارين الحاجة الفلانية، لأنه ما في زول بيحجر على زول، ولا في زول عزمنا الحجر على الآراء وعلى الأفكار وعلى الكلام وعلى حتى مصادرة الرأي والحرية. زمن ولا وزمن مضى، وده خلى الناس تنتفض وتجي رأي تقول والله هي دارت تعدل الحال ودارت تصلح الحال. لكم التحية ولكم التقدير، نحن بنحيي كلكم من الغايد لغايد آخر زول، وقفوا في موقف وطني، موقف مشرف، موقف بيشبه الجيش، بيشبه القوات المسلحة، ويشبه السودانيين، بيشبه أهل السودان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.